عشت بالحروب شفت الحروب وبدون امل الحياه ما في لازم يكون في امل لحظه اني ما لاقي شلون هاي يلا صبايا بحكي على القصص المجموعة من البيت اليزيدي بالسورية يحاولون إنقاذ الفتيات اليزيدية اللي الداعش اخطفهم بال 2014 لما قررت أسوي الفيلم الوثائقي هذا قررت من البداية يعني أن أصور الإحساس بالمكان الناس اللي صورهم بالمنطقة بالجو أردت أن أخذ كل هذول النقاط حتى الجمهور يحسس بيها والألم اللي هذول البنات يشعرون بها الشيء اللي كنا نريد نسويها الإحساس الموسيقى والصورة يكون يعني ويا بعض العمل مع أستاذ هوجر سهل لأن هو عارف الموسيقى ودارس الموسيقى من قبل الفستيفالات ما كان يعرض الأفلام الوثائقية مثل ما عرضوا اليوم يعني الأفلام الوثائقية هي حقيقة لازم كل واحد يشوفها حتى تتقرب الناس اللي مو موجودين بالمنطقة بالحدث تأخذهم للحدث الفيلمنا هذا يعني أول مرة يعرض بالدول العربية وللجمهور العربي وأنا فخور جدا يعني عرضوا لكل الناس يعني العرب والآخرين هم وأنا فخور أكون بالألقونة وأكون ويا فيلمي وأتحدث عن القصص اللي أريد لكل العالم يشوفها نحن فخورين والله نشارك مهرجان جونا مهم اللي كان عندي أبين الأمل مثل ما بيّنت القصص ومثل ما بيّنت الحزن هم والأمل دائما لازم يكون فيه بدون أمل نحن ميتين